هذا سؤال جميل جدا. كثير من الناس عندهم اعتقاد بقول لك انا اصحى الصبح جيب ليمونتين اعصرهم واشربهم على الريق هتلاقي حالك ضعفت. والله زمان كنت اعمل زي هيك وانا صغير، يعني اروح ايش اعصر الليمون واشرب. ليش؟ وصفه يعني كانوا يحكوا بالضعف ومش عارف ايش، لكن هذه وصفات كارثيه حقيقه. لانه انتم عارفين لما احنا نشرب الليمون بدون ما نكسره قد يعني نسبه الحموضه والبي اتش تبعتها حامضيه قوي. الليمون حمض قوي لسه اقوى من الخل على فكره. لا عصير الليمون يا جماعه هذه من الوصفات السيئه جدا، تمام، ولا انصح بتناولها على الريق. الليمون هو اللي بضاعف الخل، مش الليمون على فكره. الليمون بحد ذاته غني جدا فيتامين سي وممتاز جدا، ممكن نحطه على كل شيء، تمام، ونشرب ميه وليمون عادي، ولكن الخل هو الذي يستخدم لحرق الدهون، تمام. طيب الخل الطبيعي طبعا. بالنسبه وفي بعض الاحيان وصفات بيجي بيقول لك اتعشى كاسه لبن مع ليمون. هو الليمون بنحطه على لبن ليش؟ عشان برضه يساعد في امتصاص الكالسيوم. الليمون بيساعد في امتصاص الكالسيوم، ولكن مش عشان الليمون بضعف، لكن الليمون بشكل عام ضروري جدا لو كل يوم نحطه على السلطه. ليش؟ لانه فوائد كثيره للليمون.